على الهاتف الدكتور وليد جبلة، خبير التشريعات الاقتصادية. صباح الخير يا فندم، أهلا بحضرتك. صباح الخير يا أستاذ شاهين. أهلا بحضرتك يا فندم. اليوم يعني بنلقي الضوء على الإرساء على 3 شركات أجنبية لاستثمارات جديدة عن التنقيب. 2019 في الحقيقة كان حافل بالعديد من الاكتشافات المختلفة، ده بجانب بالتأكيد 2018 اللي كان فيه أيضا اكتشافات واسعة. كيف ترى نهضة قطاع البترول في هذه الفترة، وبنتكلم عن 2019 وإحنا في ختام؟ طبعا قطاع البترول من القطاعات اللي غيرت القدرة المالية للعديد من الدول. يعني لما بنشوف احنا الدول البترولية قد ايه لديها قدرة مالية، لما بشوف دولة زي الجزائر القطاع البترول كان بيمثل فيها نحو 44% من الناتج القومي خلال السنوات من 2005 ل 2015، بنلاقي مصر كانت قبل برنامج الصحة الاقتصادي وقبل الشغل اللي اتعمل كان القطاع البترول بيمثل 12.5% فقط من الناتج القومي. قدرت مصر في الفترة اللي فاتت ان هي ترتفع به الى 15% من الناتج المحلي الاجمالي وفي طريقها للزيادة. طب ده حصل ازاي؟ حصل لان كان عندنا مشكلة في فترة الاضطراب السياسي، كان وصلت مديونية شركات البترول الى نحو 6.3 مليار دولار. ما كانش ينفع هذه الشركات تشتغل اي طرح لمناطق زي اللي حضرتك ذكرتيها في المقال، مناطق غرب المتوسط او الصحراء او غيرها من الشركات، ما فيش حد كان هيشتغل الا لما بنسد الديون اللي علينا شركات البترول. بالفعل مصر سددت هذه المديونية نحو أكثر من 5.4 مليار دولار تم تسديدهم. نزلنا بالمديونية إلى أقل من 900 مليون دولار، وده رقم أقل من الوضع مصر في 2009-2010، والمديونية في سبيلها إلى الرقم 0. ليس فقط ذلك، ولكن طبعا الرئيس عبد الفتاح السيسي بنفسه تصدى الى حسم ملف ترسيم الحدود البحريه، وايضا الزم الشركات المصريه بسرعه انجاز حصتها في المشروعات المشتركه مع الشركات الاجنبيه، الامر اللي دفع هذه الشركات الى فتح شهيتها للعمل في مصر. شفنا الاستكشافات المتكررة في حقول البترول وفي حقول الغاز. صحيح. قدرنا نوصل الى نحو 7.2 مليار قدم غاز يوميا، نحو 630 الف برميل زيت خام ومكثفات يوميا، والارقام دي في طريقها الى الزياده والى الزياده الكبيره. بالظبط، والاكتشافات في الحقيقه يعني متواصله يوما بعد يوم في هذا القطاع، يعني اللي أصبح زاخرا بالعديد من الاكتشافات المختلفة. دكتور وليد جبلة خبير التشريعات الاقتصادية كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لمداخلة حضرتك.